بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع اليوم هو الوحدة الخامسة يونت 5 Infiltration and Intake. Infiltration تعني باللغة العربية الارتشاح أو المغاض، وكذلك الانتيك. الفرق بين الانفلتريشن والانتيك هو أنه الانفلتريشن هو عبارة عن الارتشاح في أرض مستوية، بينما الانتيك هو الارتشاح في أرض غير مستوية أو ذات تعرجات، مثل ما يحصل في موضوع الري باستخدام المروز. الآن نمر على بعض التعريفات المهمة. Infiltration with the passage of water from the soil surface into the soil. إذن بكل بساطة هو عبارة عن عملية اختراق الماء لسطح التربة والولوج في داخل التربة. طبعا الانفلتريشن يحدث عندما يتغلغل الماء ويبدأ بملء الفراغات البينية في داخل التربة. من المعروف أنه التربة الجافة في البداية يكون الانفلتريشن بيها أو معدل الانفلتريشن بيها يكون عالي. بعد ذلك وبعدما تمتلئ بعض الفراغات البينية بالماء تصبح هناك إعاقة للجريان، فيقل معدل الانفلتريشن حتى يصل إلى قيمة ثابتة. The constant rate of infiltration is also termed the basic infiltration rate. هذا نسميه القيمة الثابتة للإنفلتريشن أو المعدل للإنفلتريشن هو الـ basic infiltration rate. And is approximately equal to the coefficient of permeability. أنتم درستم في موضوع التربة أو في موضوع ميكانيك التربة موضوع الـ permeability. الانفلتريشن عندما يثبت نقول هذه الكمية الثابتة نسميها basic infiltration rate وهي مساوية للهيدروليك conductivity. شو الفرق بين الانفلتريشن والpermeability؟ Permeability the case with which a fluid will pass through a porous media. Therefore it depends on the characteristic of the media as well as the flowing fluid. البيرمابيلتي هي خاصية من خواص التربة، وهي تعني قيمة معينة لمقدار الجريان داخل مقطع من التربة تحت ظروف محددة. وطبعا تعتمد هذه القيمة، قيمة البيرمابيلتي، على من؟ على خواص التربة وعلى خواص المائع. بينما الانفلتريشن تعتمد على أمور كثيرة، يعني إذا نقيس مقدار الانفلتريشن في تربة معينة ذات محتوى رطوبي معين قد تختلف هذه القيمة للانفلتريشن فيما لو تغيرت هذه الخاصية وهي المحتوى الرطوبي للتربة. بينما البيرمابيليتي لا، هي خاصية ثابتة لتربة معينة. السيبج شنو؟ أكو مفهوم هو السيبج، the movement of water through saturated soil، هو جريان أو حركة الماء في تربة مشبعة، and cause the water to seep from canal or air dam، ويسبب هاي الخاصية يسبب إنه الماء ينز أو ينضح من القنوات أو السدود الترابية. الانتيك مثل ما وضحت the passage of water across the soil surface when surface configuration is important. عندما تكون surface configuration يعني شكل تعرجات التربة الموجودة تكون مهمة، ونسمي هذا الشيء هو عبارة عن two-dimensional infiltration، يعني هو عبارة عن ارتشاح ثنائي الأبعاد مثل ما يحدث بالفرو الريجيشن. أمامكم الآن هذه الرسم 5-1
هذا الرسم يمثل الانفلتريشن، اختراق الماء لسطح التربة وهي بشكل أفق اختراق عمودي، يسمى هذا بالانفلتريشن. أما اختراق الماء وارتشاحه في ظرف آخر عندما تكون التعرجات مهمة كما يحصل في الريب المروز، هذا يسمونه الانتيك. طبعاً في بعض العلوم مثل علم الهيدرولوجي الانتيك والانفلتريشن لها مفهوم واحد، الانتيك والانفلتريشن لها مفهوم واحد. احنا في علم الري نفرق بين الانفلتريشن والانتيك، الانفلتريشن تعني شيء والانتيك تعني شيء آخر. ما هي العوامل التي تؤثر على الانفلتريشن؟ هناك عدة عوامل، منها خواص التربة. يعني عندنا تربة مثلاً التكستشر مالتها والبوروسيتي والبناء مالها يختلف عن تربة أخرى، بالتأكيد راح يكون الانفلتريشن لكل تربة يختلف عن الآخر. مثلاً هذه الحالة، الانفلتريشن هو شنو؟ هذا الانفلتريشن هذا هو عبارة عن مقدار النضوح أو مقدار الارتشاح بالتربة، وهذا الزمن. نشوف إذا كانت التربة فاين تكستشر، يعني تربة طينية، يكون الانفلتريشن قليل. أما إذا كانت التربة خشنة مثلاً تربة رملية، هاي الكورس تكستشر، يكون الانفلتريشن عالي. أما إذا كانت الميديوم تكستشر تربة متوسطة، فيكون الانفلتريشن أيضاً مقدار متوسط بين حالتي التربة إذا كانت كورس خشنة وبين إذا كانت التربة ناعمة. إذن أول شيء خواص التربة تأثر. الشيء الثاني بلان توبوغرافي، طبوغرافية التربة. Infiltration decrease with increase of land slope، كل ما زاد السلوب مال التربة راح يقل الانفلتريشن. إذن الانفلتريشن له علاقة مباشرة بمن؟ بطبوغرافية الأرض. Initial soil moisture content، المحتوى الرطوب الابتدائي. كل ما كان المحتوى الرطوب الابتدائي قليل زادت مقدار أو زاد مقدار الانفلتريشن. شوف هذا الرسم، هذه تربة جافة، هاي تربة جافة، فيكون الانفلتريشن إلها أعلى من التربة الرطبة، إلى أن نوصل طبعاً الحالتين أنه راح يوصل إذا كانت نفس التربة نفس التكستشار نفس الخواص الأخرى، راح بالحالتين نوصل إلى مقدار معين تثبت عند قيمة الانفلتريشن، وبالتالي هذا راح يساوي لنا قيمة الكي اللي هي الهيدروليك كوندكتيفيتي. أورجانيك ماتر، أورجانيك ماتر اللي هي المواد العضوية، كل ما زادت المواد العضوية بالتربة هذا يؤدي إلى زيادة الانفلتريشن. Type of plant cover، نوع الغطاء النباتي. The plants differ in the shape and extension of root which affect the infiltration rate. طبعا وجود الغطاء النباتي وانتشار عروقه او جذوره في داخل التربه راح ياثر على مقدار الانفلتريشن. الزمن، ستة تايم، الزمن مهم ايضا. بالبداية دائماً في بداية الانفلتريشن، في بداية عملية الارتشاح يكون معدل الانفلتريشن عالي، كل ما تقدم الزمن كل ما قلت أو كل ما قل مقدار الانفلتريشن. درجة الحرارة، درجة الحرارة يعني فيسكوسيتي، درجة الحرارة العالية يعني فيسكوسيتي قليلة، وكل ما قلت الفيسكوسيتي كل ما زيدت إمكانية ارتشاح الماء في داخل التربة. هذه بشكل سريع مرينا عليها، والآن نتحول إلى كيفية قياس الانفلتريشن. شلون نقيس الانفلتريشن؟ حقيقة عدة طرق أكو، بس أهم طريقة هي اللي نسويها دائما بالتجارب الحقلية هي السلندر انفلتروميتر. هذا هو عبارة عن أسطوانة، جهاز نسميه انفلتروميتر، هو عبارة عن أسطوانة. هاي الأسطوانة نخليها في داخل التربة،
هذه التربة، هذه اسطوانة نغرست في داخل التربة، نملأ هاي الاسطوانة بالماء. هسه هاي الاسطوانة بيها ماء، يبدأ الماء هذا يتغلغل في داخل التربة. احنا طبعا دائما اكو مشكلة عندنا خاصة بالتربة الطينية، انه قسم الماء راح يخرج من خارج الاتجاه العمودي للماء هالشكل هذا من جهة من كل الجهات، وهذا طبعا يأثر على مصداقية التجربة. هذا هو، هاي هي الطريقة الأولى. هذا هو الشكل، هذا عبارة عن هي هاي الأسطوانة بداخلها أكو مسطرة، نخلي الماء، نضع الماء في داخل هذه المسطرة ونبدأ بالقياسات. نبدأ بالبداية الزمن صفر، ثم ونقرأ في الزمن صفر مقدار القراءة في هذه المسطرة. بعد دقيقة نقرأ قراءة، بعد دقيقتين، بعد خمس دقائق، بعد عشر دقائق، إلى أن نقتنع أنه التجربة أصبحت كافية أو القراءات أصبحت كافية، نتوقف ثم نحلل هذه الأرقام. الطريقة الثانية هو أنه نخلي نضع أسطوانتين، هذه أسطوانتين، هاي أسطوانة داخلية وأسطوانة خارجية. الأسطوانة الداخلية هذه قطرها بحدود 30 سنتيمتر، والخارجية قطرها بحدود 60 سنتيمتر، ونضع الماء في الأسطوانة الداخلية والخارجية. القياسات راح تتم في الأسطوانة الداخلية فقط، أما الأسطوانة الخارجية فالهدف من عندها أنه لكي يكون الجريان من الأسطوانة الداخلية عمودي. إذا لاحظتوا بالمخطط السابق هنا، هذا الماء اللي ينزل ما يروح عمودي، وإنما قسم من عنده يتجه أفقيا. حتى نتجنب هذه الحالة نضع أسطوانة خارجية، هاي الأسطوانة الخارجية راح تحافظ لنا على الماء هنا في الأسطوانة الداخلية أن يكون الجريان فيه عموديا. هذه تجربة حقيقية، هذا هو، هاي هي المسطرة وهذه الأسطوانة. الأسطوانة تدق في داخل التربة مسافة 15 سنتيم في الحدود هذا، ونبدأ نضع الماء ثم نقيس مقدار العمق، بعد ذلك مع الزمن نقيس الزمن ونقيس العمق، الزمن والعمق وهكذا. هاي الأسطوانة السنجل وهذه الأسطوانة الدبل رينج، هذه هي الدبل رينج، أسطوانة داخلية وأسطوانة خارجية. طبعا هذه هنا أيضا أسطوانتين، هذه أكو أسطوانتين أخريين، هذه الأسطوانات البيضاء، هذه تنطي المي، تجهز المي للأسطوانة الداخلية والخارجية. الهدف من عندها هو أن نحافظ على مقدار الارتفاع في داخل هذه هاتين الاسطوانتين. ولكن شلون نعرف ايش قد نزل ماء؟ شلون نعرف كم هو عمق الماء الذي هبط في داخل هذه الاسطوانة الداخلية؟ المهم هذا من معرفة مقدار التغير بالحجم في هذه الاسطوانة، هاي الاسطوانة الصغيرة مربوطة بالاسطوانة الداخلية، والاسطوانة الكبيرة هذه مربوطة بالاسطوانة الخارجية. احنا نقيس تغير حجم الماء في هذه الأسطوانة مع الزمن، ومن عندها نعرف مقدار الهبوط في داخل هذه الأسطوانة. هاي القنينة وهاي القناني يسمونها قناني ماريوت. نحن الآن في مجال لا نفصل فيه مقدار أو كيف تعمل أسطوانة أو قنينة ماريوت. هذا هو المخطط للأسطوانة، هذه الأسطوانة الصغيرة ترتبط بالأسطوانة الداخلية، والأسطوانة الكبيرة ترتبط بالأسطوانة الخارجية. هذه بيها ميكانيكية الأسطوانات، ذني أسطوانات ماريوت، تخلي مستوى الماء في داخل هذه هاتين الأسطوانتين الداخلية والخارجية مقدار ثابت. حقيقة عندنا هسه احنا ايش اصبح عندنا؟ عندنا قراءات، عندنا قراءة الزمن وعندنا قراءة عمق. قراءة الزمن وقراءة عمق. العمق بالبداية عندي عمق معين، ليكن 10 سنتيمترات مثلا، ليكن 10، بعد زمن معين أصبح 9. إذا شقد مقدار الهبوط اللي صار، شقد مقدار الارتشاح صار بالأسطوانة،
صار 1 سنتيمتر خلال الدقيقة الأولى. الآن ورا دقيقتين أصبحت القراءة مثلاً 8.5، يعني كم أصبح الاختراق أو الانفيلتريشن؟ أصبح 1.5 سنتيمتر. ورا 5 دقائق أصبح مثلاً 7.5، وكان 10 صار 7.5. كم أصبح الارتشاح؟ أصبح 2.5، وهكذا. إذن عندي صار قراءات زمن وعمق ارتشاح، زمن وعمق ارتشاح. من أهم المعادلات التي تحلل هذه البيانات هي معادلة كوستياكوف. كوستياكوف هي معادلة to derive the Kostyakov equation. Firstly, the field experiment must be done. نسوي شنو؟ نقوم بتجربة حقلية. And the data was gathered as shown in table 5.1 and figure 5.10. راح نشوف. هسه هاد بالبداية قسنا دي نوت العمق ويا تي نوت، زمن صفر تي نوت، وهذا الدي نوت. بعد ذلك أصبح العمق دي وان في زمن تي وان، ثم يصبح العمق دي تو في زمن تي تو، وهكذا. الآن تي نوت صفر، نعتبره صفر هذا الزمن أو صفري، والعمق دي نوت. الآن الزمن تي وان، إذن إحنا عندنا الفارق الزمني هو تي وان ناقص تي نوت، والعمق اللي ارتشح في داخل التربة هو دي وان ناقص دي نوت. بعد زمن آخر مقداره تي تو ناقص تي نوت، راح يصير الارتشاح دي تو ناقص دي نوت، وهكذا وهكذا. طبعا هاي المسطرة اللي نقيس بيها. لو تشوفون هذا الجدول، هذا الساعة تي نوت تي وان تي تو تي ثري، هنا تايم ديفرنس الفرق الزمني. كم يكون الفرق الزمني بالبداية؟ صفر، احنا بعدنا ماكو شيء. الآن بعد زمن مقداره تي وان، ايش قد اصبح الفارق الزمني؟ تي وان ناقصا تي نوت، تي وان ناقص تي نوت. تي تو ايش قد صار الفارق الزمني عن تي وان؟ هو تي تو ناقصا تي وان، وهكذا. الآن العمود الثالث هو الاكيوموليتد تايم، الزمن التراكمي. الزمن التراكمي بالبدايه صفر، بعد تي 1 من الزمن اصبح قد الزمن التراكمي؟ هو تي 1 ناقص تي نوت، تي 1 ناقص تي نوت. في الزمن تي 2 كم يكون الزمن التراكمي؟ تي 2 ناقص تي نوت، وهكذا. تي 3 يصبح الزمن التراكمي تي 3 ناقص تي نوت. يعني التجربه بدأناها مثلا، بدأنا التجربه الساعه ب8، هاي 8 ودقيقه، 8 ودقيقتين، 8 و5 دقائق. الساعه 8 الزمن هو صفر، 8 ودقيقه الزمن هو دقيقه، بعد دقيقتين الزمن هو دقيقتين، الساعه ب8 و5 الزمن هو 5 دقائق، وهكذا. هذا هو العمود الثالث، هو الزمن التراكمي، هذا هو اللي راح نحتاجه في تحليل التجربه. نجي للقياسات. احنا قرانا بالبدايه دي نوت، بعد زمن اللي هو هنا قلنا بعد دقيقه اصبح دي وان. اذا الفرق بين دي وان ودي نوت هو دي نوت ناقص دي وان. وبعد زمن آخر تي 2 أصبحت القراءة دي 2، فأصبح الفرق بين دي 1 ودي 2 هو دي 1 ناقصا دي 2. العمود الأخير اللي هو مهم هذا أيضا، الأكيوموليتد دي جيج بالبداية كان كم هو مقدار الهبوط أو مقدار الارتشاح؟ صفر. بعد زمن مقداره تي 1 أصبح الهبوط دي نوت ناقصا دي وان، دي نوت هي القراءة الأولى ودي وان هو عبارة عن القراءة الثانية. في زمن تي تو القراءة راح تصير دي نوت ناقصا دي تو، وهكذا نستمر. راح يصير عندنا
جدول. هذا الجدول نحتاج به العمود الثالث اللي هو accumulated time وaccumulated D. هذا هو الزمن التراكمي وهذا هو الارتشاح التراكمي. هذا هو الارتشاح التراكمي. يعني بدينا الساعة بثمانية. فرضاً بثمانية ونص. بثمانية ونص. إيش قد يكون الاكيوميليتد تايم؟ يكون 30 دقيقة. الساعة بثمانية مثلاً كان قراءة الجيج هي 10 سنتيمترات. ورا نص ساعة أصبحت مثلاً 5 سنتيمترات. إذن كم يكون الاكيوميليتد؟ يكون 5 سنتيمترات. هو الفرق بين 10 وبين 5. هذه الأسهم تبين كيفية إجراء الحسابات، كيفية إجراء الحسابات. هذه الصيغة العامة لمعادلة كروستياكوف. هذه هي الصيغة العامة لمعادلة كروستياكوف. معادلة كروستياكوف D اللي هو العمق التراكمي يساوي C في T أس M. C ثابت وM ثابت. M هو كسر. M يتراوح تتراوح قيمته بين الصفر والواحد. إذن العمق التراكمي يساوي ثابت مضروب في الزمن مرفوع إلى الأس. الأس هو نرمز له بالرمز M. وقيمة هذا الM هو بين الصفر وبين الواحد، يعني كسر أقل من واحد. هاي دي هي الأكيوميليتد انفلتريشن، واعتياد تكون قياساتها إما بالمليمتر أو بالسنتيمتر. والتي هو الأكيوميليتد انفلتريشن تايم، ويقاس بالدقيقة أو بالساعة، وعلى أكثر وعلى الأكثر نستخدم الدقيقة. الأم والسي هنا ثوابت كونستانت. كروستياكوف إكويجن كان بي كونفيرتد تو لوغاريتميك إكسبرشن. فهاي الكروستياكوف، هذه معادلة كروستياكوف، نقدر نحولها إلى صيغة خطية لما نحولها بصيغة لوغاريتمية. الآن هي هاي الصيغة، هي صيغة غير خطية. الآن نحولها إلى لوغاريتم حتى تصير صيغة خطية. شوفوا هذه علاقة بين الدي والتي. هذه هي نرسمها على ordinary paper، على ورق اعتيادي، على ورق بياني اعتيادي. فهاي المعادلة هي exponential. هاي المعادلة هي exponential. شلون نحولها إلى معادلة خطية؟ نأخذ لوغاريتم الطرفين. نقول log d يساوي m، أو يساوي m c t. يعني log d يساوي log c زائدا m log t. هاي راح نشوفها هسه بالصفحات القادمة. هسه هاي العلاقة بنفس العلاقة بين الدي وبين التي راح نرسمها على ورق لوغاريتمي. هذا الورق لوغاريتمي، شوف الورق اللوغاريتمي يعني يقسم من واحد إلى عشرة، من عشرة إلى مية، من مية إلى ألف، من ألف وهكذا. والدي أيضا واحد عشرة مية ألف، يعني معناها هذه من واحد إلى عشرة، هاي يسموها الفترة اللوغاريتمية. هذه هي من واحد، لأن لوغ عشرة اللي هي واحد ناقص اللوغ واحد اللي هي صفر تساوي لنا لوغ مية ناقص لوغ عشرة، وتساوي لوغ ألف ناقص اللوغ مية وهكذا. لو نرسم العلاقة راح تصير في الشكل هذا، العلاقة راح تصير في الشكل هذا، وبالتالي راح تصير دي يساوي سي. يا هالسي هو تقاطع هذا الخط المستقيم اللي راح ينتج لنا مع شنو؟ مع الدي. وين التقاطع؟ عندما تكون يكون الزمن يساوي لنا واحد، هنا هاي واحد، نقرا هاي القراءه، هاي هي سي. ميل هذا الخط هو ام. لو نرجع للمعادله، دي يساوي سي تي اس ام. سي شنو هي؟ هذه، هاي المسافه من هنا لهنا، هو عباره عن تقاطع الخط مستقيم مع دي عندما تكون تي يساوي لنا واحد. والام هو انحدار هذا الخط المستقيم. هذا الرسم على لوغ بيبر، بينما هذا الرسم
على ورق بياني احتياجي، وهذا الرسم على ورق لوغاريتمي هاي هي الورقة اللوغاريتمية. بعض الطلاب اللي ما متوفر عنده ورقة لوغاريتمية، هاي هي الورقة اللوغاريتمية، هذه ورقة اللوغاريتمية. شوفها تقسم 1 10 100، هي ما مكتوب هنا 10، بس ممكن تكون هذه مثلا 1، هاي 10، هاي 100، هاي 1000، او تكون لا هاي 10 100 1000 10000 وهكذا. فاحنا اعتيادي نرسم الزمن على هذا المحور، ونرسم العمق التراكمي على هذا المحور. راح تطلع عندي مجموعة نقاط هنا، أمرر بيناتها خط مستقيم، أمرر بيناتها أفضل خط مستقيم راح يتقاطع. فرضا تقاطع هنا، راح تكون قيمة السي جيد. إذا هاي مثلا خلنا نقول هذه 1، هاي 10، قيمة السي يساوي لنا 5. أو إذا كانت هذه 0.1، هاي 1، راح تصير قيمة سي يساوي لنا 0.5، وهكذا. إذا هاي هي الورقة اللوغاريتمية. هسه ما هو الانستانتينيوس انفلتريشن؟ اي انستانتينيوس كان بي ديرايفد فروم كوستياكوف اكويجن. از الاي انستانتينيوس هو عباره عن مشتقه الدي، المعادله السابقه هذه الدي تقاس بالسنتيمتر مثلا او بالمليمتر، والتي بالزمن. الان لا، انا اريد معدل، اريد معدل الانفلتريشن، انفلتريشن ريت، او ما يسمى بالانستانتينيوس انفلتريشن، يعني سنتيمتر على دقيقه مثلا. شلون استخرجه من هاي المعادله؟ طبعا اشتق هاي المعادله، وراح تصير بالصيغه الاتيه: انستانتينيوس يساوي ان دي دي على دي تي، ويساوي ام سي تي اس ام ناقص 1، ام سي تي اس ام ناقصا 1. ام في سي راح ارمز لها بالرمز كي، وام ناقص 1 ارمز لها بالرمز ان. ايش اصبح؟ اذا تتذكرون قيمه ام هي بين الصفر والواحد، الان انطرح من عتا 1، راح تصير قيمه ان بين الناقص 1 والصفر، قيمه ان بين الناقص 1 وبين الصفر. فالكي هنا تساوي لنا ام مضروبه في السي، والان هي عباره عن ام ناقصا 1، وقيمتها هذه قيمه ان هي قيمه سالبه، هي قيمه سالبه. الاي انستانتينيوس اللي هي مشتقه الدي مع الزمن نسميها انستانتينيوس انفلتريشن، وحداتها مليمتر بالدقيقه او سنتيمتر بالساعه. والان والكي هن كونستانت، الكي هي عباره عن الام مضروبه في السي، والان هي عباره عن الان ناقصا 1. الان شلون نحسب الافرج انفلتريشن؟ الانفلتريشن بالبدايه تكون قيمته عاليه، وبالاخير تكون قيمته واطئه. الافرج هو عباره، اي افرج هو عباره عن دي على تي، دي هو مقدار العمق، وتي هو الزمن الكلي. فاقسم الدي العمق على الزمن، راح يساوي سي تي اس ام، هاي المعادله مالت الدي، تقسيم تي يساوي سي تي اس ام ناقصا 1، وبالتالي يساوي لنا سي تي اس ام. ها الان لو تشوفون الاي انستانتينيوس هي كي تي اس ام، والاي افريج هي سي تي اس ام، ايهما اكبر؟ الكي ام السي؟ طبعا السي اكبر، لأن الكي هي عبارة عن سي مضروبة في كسر، وبالتالي قيمة كي تكون أقل من قيمة سي. لذلك دائما الآي أفريج هو أكبر من الآي إنستانتينيوس. نشوف هذا الشكل، بهذا الشكل الآن هذه هاي العلاقة تمثل العلاقة بين الدي، هذا نقراه هنا الدي، وبين الزمن. دي يساوي سي تي اس ان، دي هو عمق الارتشاح، وسي ثابت، وتي هو الزمن، والام ثابت. هنا قلنا الام شنو؟ قيمته بين الصفر وبين الواحد. الان من اشتقينا هاي المعادله،
هذا صارت I instantaneous يساوي K في أس N، والكي هي عبارة عن السي مضروبة في الأم، والأن هي عبارة عن أم ناقصا واحد. هذه هي الآي أفريج اللي يساوي لنا سي تي أس إن، وبالتالي راح تشوفون الآي أفريج دائما يكون أعلى من الآي إنستنتينيوس. هذا رسم بي المعادلات الأساسية للإنفلتريشن. المعادلة الأولى تنطينا العلاقة بين الزمن وبين العمق التراكمي للإنفلتريشن. المعادلة الأخيرة، هذا الخط الأخير، ينطينا العلاقة بين معدل الارتشاح وبين الزمن. والعلاقة الثالثة هذه بالوسط تنطينا العلاقة بين معدل الارتشاح الكلي وبين الزمن. هذا هو معدل الارتشاح اللحظي أو الارتشاح اللحظي أو المعدل الزمني للارتشاح، بينما هذا هو معدل الارتشاح. خلنا ناخذ مثال بسيط لتوضيح هذه العلاقة. هنا بالسؤال منطينا الانستنتينيوس انفلتريشن لتربة معينة، هذه الاي انستنتينيوس بالسنتيمتر بالساعة يساوي 7.2 تي اس ناقصا 0.6 التي بالدقيقة، التي بالدقيقة، وهاي سنتيمتر بالساعة. شو يريد؟ يريد equation of instantaneous infiltration for t in hour. هنا t إذا صارت بالساعة شو راح تصير صيغة المعادلة هذه. بعد شو يريد؟ يريد معادلة accumulated infiltration يعني d ويا الزمن. وبعد شو يريد؟ equation of average infiltration. رجاء انتبهوا وياي الى حل هذا السؤال، لان هذا السؤال مهم. اولا الاي انستنتينيوس يساوي 7.2 تي بيمن بالدقيقه. هسه اذا قسمتها على 60 واذا ضربتها ب 60 ورفعتهم كلهم هذا التي الى ماينس 0.6 ما راح يتغير شيء. يعني كل ما هنالك التي قسمتها على 60 وضربتها ب 60. الآن T بالدقيقة من أقسمها على 60 إيش صارت؟ صارت T بالساعة. صارت T بالساعة. فإذا راح تصير 7.2، هاي 7.2 تبقى من نفسها. هاي T بالدقيقة على 60 صارت T بالساعة. في 60 أس ماينس 0.6. إذا الـ I instantaneous يساوي هسه هاي 60 من أرفعها للأس 6 بالعشرة بالسالب واضربها في 7.2 راح تصير 0.617. والتي شنو اللي صارت داخل القوس؟ حولت الى ساعة، والاس مالتها بقى 6 بالعشرة. الاس مالتها بقى 6 بالعشرة. هنا هسه هذه المعادلة مباشرة صارت الاي تساوي اي انستنتينيوس وحداتها سنتيمتر بالساعة، والتي وحداتها ساعة، بينما المعادلة الأصلية هذه اللي انطاناها بالسؤال الآي سنتيمتر بالساعة بينما تي بالدقيقة. بس لو نجرب، لو ناخذ 60 دقيقة تي 60 ونطلع مقدار آي ونشوف ايش قد قيمتها ونطبق هنا تي يساوي لنا واحد. جرب هسه بالحاسبة، اخذ تي يساوي لنا واحد، راح تصير اذا الآي انستنتينيوس يساوي 0.617، هاي كلها واحد. لو تجرب هنا تطبق 60، كل واحد الان يطبق هنا 60 يرفعها الاس 0.6 بالعشره بالسالب، راح يصير تشوف النتيجه هي عباره عن 0.617. اذا هنا ايش سوينا؟ وحدنا الوحدات. الوحدات بالطرف الايسر راح تصير سنتيمتر بالساعه، والوحدات بالطرف الايمن راح تصير ساعه. هذا الفرق بين هاي المعادله وهاي المعادله. الآن نريد الآي انستنتينيوس بالسنتيمتر بالدقيقة، وهاي بالدقيقة، هاي المعادلة الأصلية، هاي المعادلة الأصلية. هسه لو أطلع، هسه لو أطلع مقدار الدي، أنا عندي دي دي يساوي آي دي تي،
يعني دي يساوي هذا الرقم اللي هو 0.1.12 في تي اس 0.6. هذا الرقم ايش سويت انا هنا؟ كل ما هنالك انه هاي ردتها سنتيمتر بالدقيقه، كانت بالساعه قسمتها على 60، من حولتها الى سنتيمتر بالدقيقه قسمتها على 60 صارت 0.12. هسه لما اريد الدي، انا عندي دي يساوي اي اللي هي هذه الاي 0.12 تي اس 0.6 بالسالب مضروبه في دي تي. اذا اريد الدي اكامل الطرفين راح تصير دي يساوي 0.12 في تي اس 0.4 على 0.4 بالتكامل. هذا تكامل بسيط، وبالتالي راح تصير الدي بالسنتيمتر يساوي 0.3 تي اس 0.4. التي هنا شنو وحداتها؟ وحداتها دقيقه. هسه واحد يقول احنا ليش ما نسويها، ما نسوي التكامل على هاي المعادله؟ نعم ممكن عمل التكامل على هاي المعادله، وراح تصير دي دي يساوي 0.167 تي اس ماينس 0.6 دي تي. من اكاملها راح تصير هاي بالسنتيمتر وهذه بالساعه، بينما هنا الفرق انه هاي صارت هذه بالسنتيمتر وهذه بالدقيقه. قيمه الاي افريج راح تساوي دي على تي، ويساوي دي ايش قد؟ 0.3 تي اس 0.4 على تي، والنتيجه هي 0.3 تي اس ماينس 6 بالعشره بالدقيقه. الان شوف المعادلات، المعادلات عندنا صارت ثلاث معادلات. معادله الدي، هاي معادله الدي بالسنتيمتر يساوي 0.3 تي اس 0.4 هذه بالدقيقه. والمعادله الثانيه هي هذه الاي انستنتينيوس، سنتيمتر بالدقيقه يساوي 0.12 تي بالدقيقه، والاس هو 0.6 بالسالب. هذا الاس هنا، هذا اللي رمزنا له بالان، هذا رمزنا له بالان، وهاي رمزنا لها بالكي، بينما هاي الـ 0.3 هي عباره عن السي بالمعادله الاصليه، وهذه هي عباره عن الام بالمعادله الاصليه. قلنا الام تقع بين الصفر وبين الواحد، وهذه الان هي بالسالب. الاي افريج يساوي 0.3 تي اس ماينس 0.6، 0.3 في تي بالدقيقه، ويبقى هذا الاس هو قيمته قيمه سالبه، قيمته هي قيمة سالبة. إذا which is more I instantaneous or I average? This is I average, but this is I instantaneous. دول اللي ملونهم أنا بالألوان باللون الأحمر هو لغرض المقارنة، فراح نشوف الـ I average هو أكبر من الـ I instantaneous. من المواضيع المهمة هو البيسك انفلتريشن ريت. البيسك انفلتريشن ريت حقيقة بي يعرفه هنا هو ذا كونستانت ريت اوف انفلتريشن، هو عبارة عن المعدل الثابت للانفلتريشن، ونرمز له بالبيسك انفلتريشن ريت. وتعريفه حسب تعريف اليو اس دي اي، هذه مؤسسة الزراعة الأمريكية، عرفتها بأنه هو مقدار الانفلتريشن بحيث يكون الفرق بين الاثنين لا يزيد عن 10%.